مرحبا. اهلين، تفضل. تسلمي لي. في موعد بيني وبين الانسه منى اذا بتريدي. عفوا، مين حضرتك؟ قولي لها مصطفى. اوكي، تفضل ارتاح. تسلمي لي، واقف هون. قولي له يتفضل. لا اكيد طبعا، اكيد اجراءات التخليص كلها تنسمى لك ولو في بالعاده. اوكي ماشي، مع السلامه، باي باي. مشان الله ما تاخذني، بس شوفت عينك الشغل كله فوق راسي. لا ولو انسي منى، ولا يهمك. تشرب زهورات؟ ايه، عولة حبيبتي اثنين زهورات. تفضل نقعد هون. ما تقول الا وصل ابو جهاد. على فكره انسي منى، اللي بيشوفك برا ما بيصدق انه هي انت. والله وين احلى. صدقيني وين ما كنتي احلى. تفضل. ما قلت لي شلون شفت لي الشركه؟ الحقيقه شيء فخم كثير، ما كنت بتخيل انه عنا بالبلد في هيك شركات. اي لا، ما تشوف الشركات الكبيره عن حقها. بتصور اي شركه انت رح تكوني على راسها هي رح تكون افخم شركه بالبلد. عم تتغزل فيني كثير. ها، دير بالك هلا قدام ابو جهاد. يا ستي حتى قدام العم ابو جهاد ما رح احكي الا اللي حاسه، منيح هيك؟ اوكي، انا نبهتك وذنبك على جنبك.